طيب شايف الخبز نعمه نعمه والله بدنا حقها 100 دينار الكيس 100 دينار مسكر حق الكيس بس سبق يبيعوها انا ابي تبي يحشر هذا عيد ابعد هالاولاد محمد يلا شيل اول باول ابو يلا يلا شيل اول باول وارجع يلا ديره في يقرا دقر في الفاص يلا يا عم بدكم كمان منيح النواره حط الورقه انا زور عبد الرؤوف نصار من بيت حنون نزحه انا في الدير اليهود طردونا وطلعونا من بلادنا وطلعنا على الدير هجينا انا بنعاني كثير من الحرب من قله الاكل والشرب والخبز طول النهار من الصبح لا بعد العصر لما نامن رغيف الخبز لاولاد الصغار اولاد الصغار طول النهار بيصيحوا ويصيحوا ما بدهم اكل بدهم شرب ما فيش دوبو والاسعار غاليه جدا والبضائع مش موجوده كثير يعني عندنا هنا قليل جدا لان الناس كلها اعداد كبيره كبيره جدا في الدير والاسعار غاليه والبضائع مش موجود والاصل مش موجود يعني احنا جينا على الدير من اول يوم معدوم وجودها الاشياء كله فش بتدور لاولادنا ما فش اولادنا طول نهارهم جعانين وصيحوا وميه مش قادرين نجي نامن لهم الميه هاي ويخلف على الراجل هذا الطيب اللي من بيت لاهي هو اللي عمل الفرن هذا اللي تقدر الناس تامن رغيف الخبز لانه لا في كهرباء لا في ميه لا في يعني البيئة كلها هي تمتح من فوق ومن تحت خربانة اليهود ما خلوش حاجة كله خربان ما فيش مقومات للحياة جدا ولا في مقومات للحياة هنا الناس بتعاني كلها الزلمة والمرأة والولد والصغير والكبير واللي بيجرع رغيف الخبز يأمنوا لأولادهم والله كنا معززين ومكرمين في بيوتنا كلش موجودة عندنا والحمد لله بس هان ما فيش حتى ما فيش فلوس مع البني ادمين يشتروا لا فيش رواتب فيش بدايهم كل عمال اكثريه الشعب في قطاع غزه عمال اكثريته حتى الموظفين لهم 3 شهور الحين ما خذوش رواتبهم يعني زي الناس ايش اللي بتاخذ راتب خفيف 5 مليون ولا 4 مليون ويقول لك سلفه ايش تساوي في عدد كبير من العيله تبقى 20 نفر ايش تساوي فيه في هالغلاء معيش صعب جدا والله صعب جدا مأساة الوضع مأساة بمعنى الكلمة فش مية يعني فش بيئة آمنة للناس فش بيئة آمنة لا في مية لا في أكل لا في شرب لا في نظافة إيش اللي الخيمة شادر فوقه وبطانية تحتيه والسقعة والمطر مش بفكر إن أنا روعة بلادنا بس يا رب نروع بلادنا بسلام ونأمن لأولادنا لقمة العيش ويبعد اليهود عنا فيش كل إشي غالي هذا الملح ب 30 شيكل الكيلو الطحين 400 شيكل كيس الطحين الدنار يعني ما فيش ما خلوش ما ولا خلوا ايش الناس كيلو الحطب ب 3 شيكل ونص الحطب اللي ملوش لازمه 3 شيكل ونص كيلو السكر ب 120 12 شيكل الكيلو الواحد 12 شيكل الكيلو نازح من بيت لاهي من الشمال جيت سويت فرن للناس المهاجرين النازحين سويت لله لهم ما باخذش منهم حاجه بسجل اساميهم عشان ما يعملوش لي قصه النسوان ما يعملنش مشاكل هاي كل القصه بيجي من ورق هنا وبيخبزن في الفرن كل بلش للناس الطيب الناس الكويسه للناس الكويسه بلاش لله يعني لله يقبل عليك كل يوم هاي نعم كل يوم بيجي هاي اساميهم شوف لحد هاي 22
22/1. مين بيشتغل بالمكان هذا؟ انا واولادي هينا بنساعدنا. مرتك؟ انا مرتي مر بتساعدهم ومررهم بيخبزوا لحالنا. اللي بتعرف ايش تخبز بترميلها احنا عارفين. قديش كلفك الفطور؟ ما كلفنيش شيء 100 شيكل اللي كلفني اياه. ليش عملت هالمبادرة؟ المبادرة انا عشان اخبز فيه، عملت عشان اخوتي وبعدين خليته لله للناس يعني. اللي بده يخبز ايش بتجيب له؟ ايش يجيب؟ ايش يسوي؟ يجيب له حبة ورق، حبة كرتون، حبة هقش من البحر، من وين ايش اللي بيجيبه يجيبه. المتوفر لديه يجيبه ويخبز يعني. صف طوابير عندك؟ طوابير صف طوابير خرب خبزهم قلت لهم على الدور. بتسأل المرأة قديش ذا القدام يقول لها ذا الأربعة بتروح بتعجن على نور بتيجي. فهمت؟ عشان ما يخربش خبزها. لكان انا لو انها صفات على الدور كان خرب عجينه عشان هذا طيني بشويش بيخزب مش آلي. الوضع الماشي، الوضع الماشي الحمد لله، دائما الحمد لله عايشين ومسطرين. يلا امشي امامك بدها ساعة بالضبط. هاي ودك جاب الشرطة يا تشرب شيء ألف بالنوارة.